Yes! 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 السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinity Gaming. اليوم رجعنا لكم في لعبة Dark Sider Genesis مرة ثانية يا جماعة، واللي ما لعب هذه اللعبة واللي ما شافه يشوف هنا يمكن يشتري وينعجب فيه، ولكن نحن هنا وقفنا، فخلونا ما نطول كثير في الكلام وندخل ونكسر ونجمع كل النقاط. ولا هذا لحظة شوية يا سادة، هناك لفت، هناك لفت لازم ننزله. أيوة شوفوا هذا هو اللفت. طيب الحين كيف بيكون النظام؟ أوكي أوكي أوكي. طبعا هذا هو وور الشخصية الجديدة الذي لا يمزح. أوه 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 أوه. هنا البوس يا سادة، هنا البوس يا سادة. لحظة لحظة، لا 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 لا، كسرت راسك. لحظة شوية، تجميع نقاط، تجميع نقاط. يا ساتر، والله والله ما حد بيعرف ولا بيعرف هذه اللعبة إلا من بعد ما جربها، ولكن أنا في وسط والله بموت. لحظة، وين مومنتو؟ لا 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 أرجوك، لا لا. اوكي جاي جاي، الفتى الشديد. انتصرنا يا سادة، انتصرنا يا سادة، والله كانت معركة قوية جدا. حركات ولا في الأحلام، في شخص ينتظرني، ولكن هذه الجائزة. alright طبعا هذا اللي يعطيك سكيلز جديد، شوفوا نفس هذا. طبعا كل مرة انتوا راح تفتحوا اشياء جديدة مثل ما شايفين في اللعبة. اوكي اوكي، الحين جايونا مع مقاتل جديد لا 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 لا، هذا قوي هذا. اوكي الحين صرنا نجمع يا سادة. اوكي alright الحين صار بإمكان الطيران يا سادة. اوكي تجميع بعض النقاط لا يمنع، لا يمنع. لا لا اوكي، حلوين حلوين، جميل. ما هذا؟ اوكي في واحد نقطعه ما شليته. اوكي الحين صار بامكاني اني اطير، اطير واضرب. واو اوكي. طبعا هذا الكوينز والنقاط مهمه جدا يا شباب، على اساس انك انت تقدر تكون اقوى، بدونها طبعا ما بتقدر تتلفل، لان الوحوش يعني كل ما تقدم له صاروا اقوى. صراحه لعبه مشيقه كثير، والله انا ما توقعت ان اللعبه هذا الجينيسيس جزء الجينيسيس بيكون بهذا الشكل، ولكن الحمد لله ممتاز، افضل الالعاب اللي ما كنت اتوقع ولكن يصير. 3-1 يا سادة، 3-1. Alright. How much do you think those big old lava towers cost?
All right. I'd like to get some for my place. Why not ask the Lord of Blackstone? Okay. طبعا للمسافات الطويلة انصحكم تاخذوا حصان لانه يختصر لكم الكثير. لا 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 انا وين؟ كنت اموت، كنت بموت يا سادة. لا تخلوا ولا بوكس لانه ممكن ان تستفيدوا ويفيدكم. All right. اوكي هذا ما ينكسر. طبعا اتوقع هذا هو المكان المفروض نروح لان هنا في شيء. All right. Not bad, man. ها انا اتي. ها انا اتي. ايها الوحوش. ايها الوحوش. اعداء الجحيم. واو. حبيب حبيب. اوكي. All right. Let's go. Oh! Oh my God! جاكم الور. والله انك شديد، والله انك شديد يا شباب. هذا ترى بالنسبة لي هو القوي والشديد. والله ان ندمرهم، والله ان ندمرهم. طبعا شوفوا هنا هذا هو الطاقة اللي ممكن تمتلكها. Alright. بعد ما انهينا هذا القتال السريع لا احد يستطيع التغلب على الاخوان. Right. طبعا هنا في هذا لازم تنزلوه. هذا لا لا لا. اوكي وش اللي اوكي؟ ما فهمت. اوكي هذا باقي الثاني ينزل تحت عشان نفتح البوابة. All right. اوكي طبعا هنا بيكون في بوس طبعا بلا استثناء يا سعداء. لا 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 والله صاروا اقوياء، صاروا اقوياء يا سعداء. احتاج الى باك اب يا سعداء. الله عليك يا حبيبي، الله عليك يا حبيبي. بص حضرتك هتكلمني ولا ايه؟ ايوه شوفوا حد في ينتظرني. شوفوا كيف، شوفوا كيف هجمه واحده، ضربه قاضيه هذه، ضربه قاضيه يا ساده. كسرت كل شيء قدامي.
طبعا هذا لما تسويوا ال1 يجيكم الضربات القاضيه اللي ممكن تستخدموها. فلغايه الان انا ما عندي كل الضربات القاضيه، ولكن في محاوله بحث عن الضربات القاضيه. طبعا هذا الشخصيه ممكن انك انت تخليه يستعيد بالديمن الشيطان اللي عنده. اوكي نجمع. اوكي لا شوفوا الحين بعلمكم طريقه كيف تحاربوا لما يكون عندكم اكثر عن شخصيه. اوكي آتي، أنا آتي. شوفوا كيف؟ هذا هو الضربة القاضية. هذا هو الضربة القاضية. اديله يا عم. اديله يا عم. حبيب. شغل نظيف. شغل نظيف. اديله وعبيله والله انه عيب عليهم شخص واحد يكسرهم كسر. والله لعبة رهيبة يا جماعة، ولكن انا الاروع يا زارع. حلوين. اللي يميز هذه اللعبة انه كل مرة تتقدم هناك هجومات وضربات قاضية. شوفوا كيف. الله عليك. والله لساني يعجز عن التعبير. طبعا هذا باللون الاحمر بس ما نعرف وش سالفته. اوكي يعني فخ اصلا، كان فخ، ولكن انا تداركت بهذا الموضوع. اوكي هذا شكله ما راح يتكسر. هنا وش ممكن يكون فيه؟ هنا وش راح؟ او ماي جاد، عرفت السالفه. اوكي alright. هنا وش يحتاجه بالضبط؟ يس اعلمك انا. شوفوا هنا لا ضربة قاضية، جيبوا ضربة. لحظة ايوه. لا ما حصان. قلت لك ما حصان. لا يا حبيبي أنا تأثرت مما يؤدي أن أحتاج إلى نقع بعض البوينتس. رفيل طبعا هذا ما تحتاجه تضربوه لأنه فخ ممكن أن يكسر. alright oh my god oh my god ما هذا؟ لا يا شيخ. لا حول ولا قوة. هذا وش يريد؟ أنا قاعد أتمردغ يا سادة. لحظة اوه ماي جاد. انت دواتك هذا الانسان. تعال
ايش جرت؟ اوكي لا لحظة 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 عرفت عرفت والله عرفت لا اوكي ايوه اديله اديله اوتش عصب عصب شباب عصب عصب يا شباب كابوي لا حول ولا قوة عصب ايه بريكي بريكي والله مباراة ظالمة مباراة ظالمة يا سادة لا 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 انا اموت اموت والله لا اوكي وين اوكي انقذني يا ولا انقذني يا ولا ايوه الضربه القاضيه الضربه القاضيه يا ساره ادمجك والله ادمجك لا 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 وين مومنتو بقى شوية بقى شوية يس 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 كمون كمون قدها قدها لا 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 اوه ماي جاد اوه ماي جاد سويت له الضربة القاضية الضربة القاضية يا سارة الضربة القاضية يا سارة لا 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 بالمسدس بالمسدس يا سارة يس 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 حصلنا حصلنا على ضربة البركان يا سارة والله انه كان قوي والله كان قوي انا خلاص دمجت يا سارة دمجت طيب يا جماعة الى هنا ننهي حلقتي لهذا اليوم اتمنى ان عجبك المقطع اضغط لايك واشترك اذا انت ما مشترك الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية سلام